ما تقوم به إيران في دعمها لميليشيا الحوثي في اليمن لن تستفيد وسوف تخرج بخسائر كبيرة، منها بانهزام الحوثيين في اليمن وأيضا بسياستها الخارجية الفاشلة، وهذه هي بداية النهاية لإيران في اليمن وأيضا في لبنان وفي سوريا وفي العراق. إيران تتهم كثير من الدول منها التحالف الدولي وأيضا التحالف العربي بأنهم هم سبب الحرب وسبب النزاعات في هذه البلدان العربية، ولكن إيران هي من تقوم بزعزعة استقرار هذه البلدان، ولكن لن تستفيد سوى انهزامها في هذه الدول المتحاربة.